ودلوقتي ميعادنا مع آخر فقراتنا، وهنتكلم خلال الفقرة دي عن أسعار الوحدات في مدينتي، وهنعرف تفاصيل أكتر عن الموضوع من الأستاذ محمود أحمد الخبير العقاري. أستاذ محمود أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. في البداية عايزين نعرف حضرتك سعر المتر حاليا كام؟ سعر المتر هو ما بيبقاش فيه حاجة ثابتة، الريسيل لوحده والبرايمري لوحده، احنا بنتكلم افريج ما بين الستارت ما بين ال 23 ل 26 ده البرايمري، وما بين الريسيل بيبدا من ال 13 لحد ممكن يوصل لل 18 وال 19. تمام، يعني حسب يعني الحجوزات كانت امتى وسعر توتال الوحده امتى. اوكي، يعني كمان اعاده البيع هيختلف سعر المتر فيها عن الوحدات الجديده. بالظبط، فرق الحجز اللي حاجز من اول دفعه، يعني اللي حاجز في 2006 غير اللي حاجز في 2010 غير اللي حاجز في 2013. أوكي. كل فتره وليها سعر مختلف. اوكي، طيب المساحات الوحدات المتاحه حاليا ايه هي بالظبط؟ هو في مدينتي عامه بيبقى متاح كل المساحات في الاغلب. يعني بنبدا مثلا في ثلاث مراحل اولانيه بي 1 بي 2 بي 3، ودول بيبداوا من مساحه ال 100 متر 135 124 175 211 266 320. مساحات مختلفة، مساحات يعني مختلفة في ثلاث مراحل، غير بقى كل مرحلة بتختلف في المساحة دي عن مراحل تانية. يعني عندنا مثلا بي 6 بي 7 بي 8، كل دول فيهم مساحات مختلفة بتبدأ من الاستوديو. يعني مثلا بي 7 دي بتبدأ هي أكبر مساحة فيها بتبقى 96 متر. أوكي. وبتبدأ من 65 متر. طيب هل في تسهيلات حاليا في السداد ولا الدنيا ماشية ازاي؟ في تسهيلات في كذا حاجة، يعني حتى الريسيل نفسه بقى العميل نفسه بيحاول يبقى بيعرض بشكل مختلف. يعني بقى بيجي له فكره ان بنعرض عليه، نقول له بدل ما احنا بنبيعها بلك فبنقدم له كروت، حد بيخش يديله كارد فيقوم شاريها منه، فبيوافق بالكلام ده. كان الاول ما بيوافقوش، يقول لك لا انا عايز فلوس كاش وماليش علاقه بالبنوك والكلام ده كله. فبدا يبقى في تفاهم في الموضوع، نبقى نعرض عليه نقول له مثلا احنا هتاخد جزء والجزء كمان 6 شهور 7 شهور، فنبدا نعمل ايه الضمانات وايه الترتيبات بالزبط مع المحامين في الترتيب ده. طيب يعني عشان برضو نوضح للناس بشكل اكبر، دلوقتي لو انا رايح اشتري شقه مثلا مساحتها 100 متر او 120 متر هيبقى سعرها كام التوتال بتاعها تقريبا؟ لو احنا بنتكلم في ال 120 متر بي 1 بي 2 بي 3 افريج، بنتكلم ما بين المليون 600 لحد المليون 900 حسب الفيو وحسب التشطيبات وحسب الاتجاه. تمام. طيب هل سؤال اخير لحضرتك، هل فكره العاصمه الاداريه الجديده هل فرقت في الاسعار في مدينتي بحيث انها قريبه منها ولا ما فرقتش حاجه في الاسعار؟ لا، من ما فيش فرق كبير، الفرق ستيبل زي ما هو، يعني بيطلع بيفرق بس فقط في الايجارات. أوكي. في ايه؟ لان الكاباسيتي بتاع المهندسين والوافدين من مناطق تانية مختلفة ما بيلاقيش حتة يسكن فيها أقرب وجاهزة وكل حاجة خدماتها فيها غير مدينتي. أوكي. فدي أقرب حتة لي وفي نفس الوقت مناسبة للعائلة عنده مثلا لو هو جاي من حتة وجاي بعيد. طيب الإيجارات تقريبا في حدود كام دلوقتي؟ الإيجارات أفرج بنبدأ من في المساحات ال 100 متر بنتكلم من رينج الأربعة لحد الأربعة ونص، ده ال 100 متر لو ارضي بجنينه توصل ل 4.5 وحسب الفيوهات برضو. بالظبط. وال 135 بنتكلم في 5.5، 175 بنتكلم 6.5، 211 بنتكلم في رينج ال 7.5 8، في حاجات بتوصل 10 و 12 في ال 211، بس بتبقى حسب التشطيبات من جوه التجهيزات والفيو عامل ازاي ولو فيها مطبخ او تكييفات. اوكي، الخبير العقاري الاستاذ محمود احمد بنشكرك جدا على المداخله دي.